شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم في من يسقط خلافة عثمان رضي الله عنه ويقول أن خلافة علي امتداد طبيعي لخلافة الشيخين قبله؟ هذا هو من اللي يقول خلافة علي امتداد لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الذي يطعن في خلافة واحد من الأربعة أضل من حمار أهله. كيف المسلمون يتفقون على خلافة عثمان ويبايعه علي رضي الله عنه بدون إكراه ونقول إن خلافته سقط؟ هذا من حين الذي يطعن فيه قد أزرى بالمهاجرين والأنصار وعاب المهاجرين والأنصار.